اولا الاولويه للعنصر البشري، لا بريوريتي الهيومان. ثانيا مواصله ديناميه التنميه الفلاحيه، يعني اول حاجه خصنا نهتموا بالعنصر البشري، نشوفوا لي كونديسيون ديالو كيفاش كيشتغل وكيفاش تحسن الحاله ديالو وكيفاش يدخل لا كلاس مويان وكيفاش هذا. اي اون ميم خصنا المواصله الديناميه ديال التنميه الفلاحيه، لانه كاين لانه عندنا المسؤوليه ديال السلامه الصحيه، وعندنا المسؤوليه كذلك ديال الاكتفاء، يعني الاكتفاء الذاتي نوعا ما بعض المنتوجات، باش يكونوا المنتوجات في واحد الثمن اللي هما يعني اولا المنتوج يكون موجود وبثمن مناسب يعني للمواطنين. وهذه ما يمكنش نوقفوا واحد الديناميه ديال لا برودكسيون، لان الا وقفت راه من دابا عامين ما كافياش، دونك خصنا نكملوا في لا برودكسيون في لا برودكتيفيتي ونطلعوا الانتاج باش تبقى الوفره ويبقى كذلك الامكانيه ديال ليكسبور بور لافنيير. الو الاولويه ديال العنصر البشري، بغينا جيل جديد من الطبقه الوسطى الفلاحيه اللي يمكن يمس 400,000 اسره، بغينا جيل جديد من المقاولين الشباب، هادشي غنرجع ليه بالديتاي. تفضل السيد وزير الفلاحه بتقديم الرؤيه الاستراتيجيه او الجيل الجديد للمخطط الاخضر اللي تم بتوجيهات من صاحب الجلاله نصره الله وايداه. بالنسبه للعرض اكيد انه كان جد مطمئن لما هو اتي، والعرض ديال السيد الوزير اكد على جوج ديال النقط جد مهمه. الاولى وهو اعطاء الاولويه والاهميه للعنصر البشري، واللي في الاعتقاد ديالنا احنا في الفريق الحركي على انه العنصر البشري هو رافعه اساسيه للنهوض بالقطاع. وكذلك اكد على تجديد الهياكل او تجميع الهياكل ديال الفلاحين في 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 تنظيمات، وهذا الشيء هذا غادي يمكن غادي يعطي واحد القوه اقتراحيه للفلاحين ويمكنهم من الانخراط في هذه العمليه هذه. كذلك حنايا كفريق الحركي اليوم تقدمنا بواحد عقد طلب لجنه او طلب عقد لجنه اللي اليوم تفاعلنا مع المشاكل اللي كيعيشوها الفلاحه في جميع ربوع المملكة، وهو تأخر تساقطات المطرية اللي أكيد أنها انعكست سلبا على الظروف اللي كيعيشوا فيها الفلاحين. اليوم تنستمعوا العرض ديال السيد وزير الفلاحة حول الجيل الأخضر، يعني انتقال من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر. بطبيعة الحال حنا تنتوخوا من هذا البرنامج هذا هو أولا استهداف العالم القروي وخاصة الشباب من خلال خلق مجموعة من مقاولات. تنظن بأنه انتقال ديال 350,000 أسرة إلى 400,000 إلى الطبقة المتوسطة هو هدف يعني تنعتبروه مهم ومهم جدا، ولكن تيخص نخلقوا ليه يعني الآليات المصاحبة والمواكبة. بطبيعة الحال اليوم المغرب تيعيش واحد الظرف صعيب شي شوية فيما يخص قلة الأمطار، هناك جفاف يعم جميع مناطق المغرب. أكيد بأنه خص وزارة الفلاحة تفكر في الإجراءات المواكبة كتوفير العلف مثلا الشعير بأثمان مدعمة ومناسبة. تنظن بأنه قلة المياه سواء ديال السقي او الشرب حتى هي كطرح اشكال. اذا هذا الشيء كله تيخصنا نفكروا فيه. الجيل الجديد مشروع مهم ومهم جدا، ولكن تيخصو يعني الشروط والظروف باش يعني يظهر ويستمر يعني خدمة للفلاح بالعالم القروي، وخاصة كما قلت الشباب اللي خصو على حسب العرض ديال السيد الوزير اللي خصو يفوق 150,000 شاب اللي غادي يخلقوا مقاولات. تنتمناو بانه هذا التفعيل ديال هذا البرنامج هذا يعني كما قلت دار ليه يعني الاجراءات الضروريه من اجل التفعيل الامثل، من اجل الاستهداف ايضا، لان الاستهداف والتعميم على جميع المناطق، كاين مناطق جبليه وكاين مناطق قرويه اللي ماشي هي جبليه. اذا هذا الشيء كله تيخص يكون واحد التوزيع مجالي عادل ومنصف لجميع المغاربه.
ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.